بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أبنائنا طلاب الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة معانا يونت 2 ليسون 1، يعني الوحدة الثانية ليسون 1 من كتاب المعاصر، ولكن دايما مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعالوا مع بعض نتعرف على ليسون 1. طبعا بالنسبه للكي فوكاب، listen and repeat. listen يعني استمع، and repeat. animals in Egypt، animals. animals يعني حيوانات، animals. animals in Egypt، animals in Egypt يعني حيوانات في مصر. eagle، eagle. eagle اللي هو النسر. eagle، eagle. e a g l e، eagle النسر. eagle، e a g l e، eagle. يبقى عندنا eagle، eagle اللي هو النسر، يبقى eagle، E-A-G-L-E، eagle النسر. snake، snake. snake اللي هو الثعبان، snake، S-N-A-K-E، snake ثعبان، S-N-A-K-E. pelican، pelican اللي هي البقع، pelican. pelican يعني بقع، P-E-L-I-C-A-N، pelican. camel، camel يعني جمل، C-A-M-E-L، camel. camel يعني جمل. عندنا هنا lizard، lizard يعني سحلية، lizard. L-I-Z-A-R-D، lizard. L-I-Z-A-R-D. spider، spider اللي هو العنكبوت، spider. S-P-I-D-E-R، spider. fennec fox، fennec fox يعني ثعلب الفينك. fennec fox، fennec fox يعني ثعلب الفينك. F-E-N-N-E-C، fennec fox، F-O-X. فينك في اي دبل ان اي سي، فوكس اف او اكس. كروكودايل، كروكودايل يعني تمساح، كروكودايل. سي ار او سي او دي اي ال اي، سي ار او سي او دي اي ال اي. اي اجين مره ثانيه، انيمالز ان ايجيبت، انيمالز ان ايجيبت. ايجل، ايجل. سنيك، سنيك. بليكان، بليكان. كامل، كامل. ليزارد، ليزارد. سبايدر، سبايدر. فينيك فوكس، فينيك فوكس. كروكودايل، كروكودايل. بالنسبة لباقي الفوكاب، فيور، فار، وفيور، اف يو ار، فار، وفيور، اف يو ار. فيذر، فيذر يعني ريش، فيذر. اف اي اي تي اتش اي ار، فيذر. اف اي اي تي اتش اي ار، فيذر. وينج، وينج يعني جناح، وينج. W I N G، وينج. W I N G. بيك، بيك يعني منقار، بيك. B E A K، بيك يعني منقار، B E A K. هيوج، هيوج يعني ضخم، H U G E. هيوج يعني ضخم، H U G E. هيوج. scary يعني مخيف، scary. S C A R Y، scary. S C A R Y، scary. helpful، helpful يعني متعاون، helpful. H E L P F U L، H E L P F U L، helpful. bird، bird يعني طائر، bird. B I R D، bird. B I R D. ugly، ugly يعني قبيح، ugly. U G L Y، U G L Y، ugly. important، important يعني هام، important. i m p o r t a n t، i m p o r t a n t، important. insect، insect يعني حشرة، i n s e c t، i n s e c t. desert، desert يعني صحراء، desert. d e s e r t، d e s e r t، desert. كيوت يعني لطيف أو جذاب، كيوت. سي يو تي اي، كيوت يعني لطيف أو جذاب، سي يو تي اي. دينجرس، دينجرس يعني خطير، دينجرس. دي اي ان جي اي ار او يو اس، دي اي ان جي اي ار او يو اس. اجين، فار، فيور، فار، فيور. فيذر، فيذر ريش. وينج، وينج يعني جناح. بيك، بيك يعني منقار. هيوج، هيوج يعني ضخم. سكيري، سكيري مخيف. هيلبفول، هيلبفول يعني متعاون. بيرد، بيرد يعني طائر. أغلي،
ugly يعني قبيح important important يعني هام insect insect يعني حشرة desert desert يعني صحراء cute يعني لطيف أو جذاب cute dangerous يعني خطير. بالنسبة عندنا لي conjunction of verbs يعني تصريف الأفعال look looked يعني ينظر look looked control controlled control controlled يعني يتحكم controlled think thought يعني يعتقد think thought eat at يعني يأكل eat at that's true يعني هذا حقيقي that's true أو هذا صحيح that's true you are right يعني أنت على حق you are right يعني أنت على حق look and write يعني انظر واكتب ها this is a eagle eagle يعني طبعا زي ما احنا قلنا اللي هو النسر e a g l e again e a g l e طبعا eagle ها ثعبان يعني snake s n a k e snake s n a k e pelican p e l i c a n pelican pelican P again pelican P E L I C A N pelican عندنا هنا كروكودايل تمساح كروكودايل C R O C O D I L E C O R C R O C O D I L E كروكودايل يعني تمسح كروكودايل look and scramble and write يعني انظر كده ورتب ها عندنا ايه what's this طبعا جناح بنسميه ايه wing w i n g wing spider who can spell spider s p i d e r spider عندنا جمل يعني camel c a m e l جمل يعني camel listening and reading يعني استماع وقراءة listen read and role play listen read and role play سارة طارق and their mom are talking about animals in Egypt سارة طارق and their mom سارة وطارق والأم are talking بيتكلموا about animals in Egypt عن الحيوانات في مصر طبعا هنا بتقول لها look at all these animals look يعني انظري at all these animals لكل هؤلاء الحيوانات او هذه الحيوانات that live in our country اللي بتعيش في بلدنا I look at the crocodile I look at انا نظرت على الكروكودايل it's huge يعني هو ضخم it's huge and scary يعني الكروكودايل ده بيتميز ان هو huge and scary يعني ضخم ومخيف I think the spider is scarier I think انا اعتقد the spider ان العنكبوت is scarier يعني اكثر اخافة yeah but spiders are very helpful but ولكن spiders العناكب are very helpful يعني متعاونة they eat insects Farmers like spiders. They eat insects. يعني بتتغذى على الحشرات. Farmers like spiders. الفلاحين بيحبوا السبايدرز اللي هي العناكب. Okay, what about the snake and the crocodile? What about the snake and the crocodile? طب ماذا عن السناك التعبان والكروكودايل؟ They are dangerous. يعني هم خطرين. Aren't they? أليس كذلك؟ Yes, that's true. يعني هذا صحيح. But they do a very important job. But ولكنهم بيقوموا بعمل هام. They eat insects. بيتغذوا على الحشرات. Birds, الطيور and lizards اللي هي السحالي. This controls the number of these small animals. This controls يعني بتسيطر أو بتتحكم في النمبر يعني أعداد these animals. طبعا هي بتتحكم في أعداد هذه الحيوانات.
طبعا يا عبد الله. eagles do the same job. eagles اللي هي النسور بتقوم بنفس العمل. the pelican eats small fish. the pelican البجع eats small fish بتتغذى على الأسماك الصغيرة. you are right يعني أنت صح. we sometimes think some animals are scary or ugly. we sometimes يعني أحيانا ما بنعتقد إن بعض الحيوانات scary يعني مخيفة or ugly يعني قبيحة. but they are all important. but they are all important ولكن كلهم important هامين. تعالوا مع بعض مرة تانية. Sarah, Tariq and their mom are talking about animals in Egypt. Sarah, Tariq and their mom are talking about animals in Egypt. ها انا عايزاكم كلكم كده repeat the sentence after me يعني نكرر الجملة عشان ايه ممكن تجيلنا ترتيب او توصيل. Look at all these animals. Look at all these animals that live in our country. That live in our country. Look at the crocodile. It's huge. Look at the crocodile. It's huge. Huge and scary. Huge and scary. I think the spider is scarier. I think the spider is scarier. Yeah, but spiders are very helpful. Yeah, but spiders are very helpful. They eat insects. Farmers like spiders. They eat insects. Farmers like spiders. Okay, what about the snake and the crocodile? What about the snake and the crocodile? They are dangerous, aren't they? They are dangerous, aren't they? Yes, that's true. But they do a very important job. But they do a very important job. They eat insects, birds, and lizards. They eat insects, birds, and lizards. This controls the number of these small animals. This controls the number of these small animals. Eagles do the same job. Eagles do the same job. The pelican eats small fish. The pelican eats small fish. You are right. We sometimes think some animals are scary or huge or ugly. We sometimes think some animals are scary or ugly, but they are all important. But they are all important. بالنسبة عندنا للanguage يعني اللغويات which أو الجرامر عندنا which animals are scary which يعني أي يعني بيخيرك which animals are scary يعني أي الحيوانات مخيفة. I think crocodiles are scary. I think crocodiles are scary. When we ask for confirmation we use the question tag. للتأكيد بنستخدم السؤال المزيل اللي هو عبارة عن سؤال قصير في نهاية الجملة المثبتة معناه أليس كذلك. يبقى السؤال المزيل بمعنى إيه أليس كذلك. Spiders are very helpful. دي الجملة. السؤال فين aren't they أليس كذلك. يعني العناكب عندنا بنقول helpful. Spiders are very helpful متعاونة أو مفيدة. Aren't they أليس كذلك. Yes that's true يعني هذا صحيح. They eat insects يعني بتتغذى على الانسكتس الحشرات. طبعا بعد ما نحفظ كده نعمل كأننا بنسمع املا لحفظ كده eagle E-A-G-L-E. طبعا نكتب الكلمة ونكررها هنا. think fox F-E-N-N-E-C. Fox F-O-X. Crocodile C-R-O-C-O-D-I-L-E. Snake Tobin S-N-A-K-E. Spider S-P-I-D-E-R. Camel C-A-M-E-L. Pelican P-E-L-I-C-A-N. Wing يعني جناح W-I-N-G. Wing. Fur يعني فر وفر F-U-R. Feather F-E-A-T-H-E-R. Feather. بيك من قر B E A K. scary مخيف S C A R Y. insect حشرة I N S E C T. lizard سحلية L I Z A R D.
هيوج يعني ضخم، اتش يو جي اي. اللي حفظ كده تعال نشوف تدريبات عن الليسون بتاعنا. read and complete the text with words from the books، يعني هنقرا ونكمل النص اللي معانا من كلمات في الجدول. عندنا scary makes crocodiles insects، scary makes crocodiles insects. snakes and crocodiles are very dangerous، السنيكس والكروكودايلز are very dangerous يعني خطرين جدا. but they do a very important job، ولكن بيقوموا بوظيفة هامة جدا. they eat، بيتغذوا على ايه؟ على الانسكتس، على الحشرات. يبقى this is number one. birds and lizard، والطيور والسحالي. this is be the number of these، this controls، ده بيتحكم في الكنترولز، بيتحكم في أعدادهم. of these small animals، we sometimes think some animals are، بنعتقد إن بعض الحيوانات are scary or ugly، بعضها scary يعني مخيف or ugly قبيح. but they are important، ولكنها هامة. read and match A with B، يعني هنوصل A بB. a crocodile is، التمساح A قلنا huge and scary، تمساح huge and scary، this is number one. the pelican eats، البليكان بيتغذى على ايه؟ طبعا eats insects يعني على الحشرات. the pelican eats fish او small fish، البليكان البجع بتتغذى على small fish. spiders eat insects، spiders eat insects حشرات. snakes and crocodiles control، الثعابين والكروكودايلز التماسيح بتتحكم في the number of small animals، في أعداد الحيوانات الصغيرة. the number of small animals يبقى letter D. some animals are scary but، بعض الحيوانات scary ولكنها بتبقى هامة. they are important يعني هامة. بعد كده عندنا number 3. reorder the words to make correct sentences، يعني هنعيد ترتيب الجمل أو الكلمات ونكتب جمل صحيحة. I think the spider is scary. I think، يبقى أنا أعتقد. I think the spider is scary. I think the spider is scary. What do crocodiles and snakes eat؟ Again، what do crocodiles and snakes eat؟ ممكن أقول what do snakes and crocodiles eat أو what do crocodiles and snakes eat؟ يعني بدلنا crocodiles و snakes، الجملة برضو بتفضل صح. look at all these animals، again look at all these animals، look at all these animals. farmers like spiders، farmers اللي هم الفلاحين، farmers like spiders، farmers like spiders، الفلاحين بيحبوا السبايدرز يعني العناكب. choose the correct answer from A, B, C or D، A, B, C، هنختار الإجابة الصح من بين A و B و C. a pelican eats small، البليكان بيتغذى على small A، small fish. crocodiles eat insects، birds and lizard، الكروكودايلز بتتغذى على insects والbirds والlizard. what is with the snake، it's scary، طبعا هنا what about the snake، يعني ماذا عن، what about. spiders are very، طبعا هنا they eat insects. spiders are very helpful يعني مفيدة، بتتغذى على الحشرات. snakes اللي هي الثعابين are very، طبعا هنا are very dangerous يعني خطيرة. بعد كده write a paragraph، هنكتب paragraph of 4 sentences، من 4 جمل. about earth 18 words using the following guiding elements، باستخدام العناصر crocodiles and snakes، يعني crocodiles والsnakes. guiding control dangerous، يعني بتتحكم، dangerous خطيرة، lizard insect. تعالوا مع بعض كده، crocodiles and snakes are dangerous، يبقى أول جملة بنسيب مسافة وبنبدأ crocodiles are huge and scary، crocodiles
crocodiles are huge and scary. ممكن نقول طبعا أول جملة معنا crocodiles، نحط العنوان كده بجملة crocodiles and snakes are dangerous. crocodiles and snakes are dangerous يعني الcrocodiles والsnakes دول dangerous يعني خطرين. crocodiles are huge and scary، الcrocodiles الواحدة huge ضخمة and scary. عايز أقول بيتغذوا على الليزر أو they eat eat lizards and بتتغذى على lizards they eat يعني هي بتتغذى على they eat lizards and birds. كمان ممكن نقول جملة lizards and snakes، ممكن نقول also أيضا they eat insects وأيضا بتتغذى على insects اللي هي الحشرات. طبعا دول أربع جمل، هو عايز أربعة. crocodiles and the snakes are dangerous، crocodiles are huge and scary، they eat lizards and birds، also they eat insects. بعد كده آخر سؤال معنا punctuate يعني علامات الترقيم. which animals are cute؟ ها بداية الجملة حرف A capital، يبقى which capital، which animals، which animals are cute. Which animals are cute، طبعا هنا بداية الجملة حرف capital، نحط تحته خطين صغير، خط صغير كده. وعندنا question mark علامة الاستفهام. ومن هنا وصلنا لنهاية lesson 1 من unit 2، وانتظرونا مع lesson 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.